مشاهدي قناة الساحل تي في، اليوم باش ناخذوا آراء بعض المواطنين حول التحضيرات لشهر رمضان المعظم. تابعونا في التقرير التالي. حضرنا له الخير والبركة رمضان. كل نهار ونهار ولا كل نهار ونهار لفاح معناتها قضية ذيك كلها قبل معناتها نتاع شهر كامل، والخضرة وكل حكاية غلة وحكاية هذيك كل نهار ونهار. والله مو كيما كل عام نحضروا قبل بجميع قبل بجميعتين، زوالي هون يشري شوية شوية يحط في الفريجيدير. إنه بربي زوالي وما عنديش، والدي معيق أنا ملوح حتى في تركينا، إن شاء الله إنه بربي يعطينا ربي من عندي. تتمنى تهبط ولا تقعد؟ والله بالطبيعة نتمنى نهبط، شكون ما يحبش الأسوان تهبط؟ ها؟ إن شاء الله. إن شاء الله تكون حكومة قائمة بالواجب وكهو في رمضان، على الأقل شهر رمضان إن شاء الله الدنيا ترخص شوي، يرخصونا شوي وكهو، ما يستغلوناش في هذا رمضان في الغلاء وفي الواحد. هاك شنو نطلب وكهو؟ صعيب ولا سهل؟ لاباس 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 لاباس، ثم شوية غلاء محلة موجود الغلاء، خاصة اللحم والحوت، مثل اللحم أحسن شوية الحق. ربي يهدي علينا الحكومة باش ترخص لنا في الأسعار، خاطر الأسعار النار هكا ولا أمي غالية ياسر الدنيا، وربي يهدينا على بعضنا اختي. ان شاء الله مبروك مسعود علينا رمضان وعلى ام محمد وعلى تونس وعلى تونس الكل، وربي ان شاء الله طيبه علينا هالدنيا. وكا شو نقولوا؟ ان شاء الله كل عام انتم حيين بخير، والشعب التونسي والشعب الاسلامي الكل كاين بخير، وما حضرت له حتى شيء، كل يوم بيومه وكل يوم بخصمه.